السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. نهاية الشهر المنصرم، نحن على موعد مع نزال من العيار الثقيل في الوزن الثقيل لرياضات الكيك بوكسين، المعركة الانتقامية التي ستجمع بين المغربي جمال بن صديق والهولندي ريكو فيرهوفن. الجماهير المغربية خاصة تنتظر هذا النزال بشوق كبير. آخر أخبار واستعدادات جمال بن صديق، كذلك ردة فعله حول هزيمة مواطنه بدر هاري الأخيرة، كل شيء ستتعرفون عليه من خلال هذا المقطع، فتابعوه لآخره. لعشاق أخبار الرياضات القتالية اليومية، تابعوا حسابنا على الانستغرام lcs.fight. لا تنسوا متابعة قناتنا أيضا ووضع إعجابكم بالمقطع، لأن هذا يشجعنا كثيرا. بعد هزيمة بدر هاري الأخيرة، أنظار المغاربة تتجه نحو مواطنه جمال بن صديق، وكلهم أمل في أن يعيد جمال الهيبة للمغاربة في الوزن الثقيل لرياضات الكيك بوكسين. في انتظار عودة بدر هاري، أمال المغاربة تتجه نحو جمال بن صديق. بن صديق أمام اختبار كبير جدا هذه المرة، لأن الكل يعول عليه للانتقام من ريكو. جمال يفهم هذا ويعي هذا جيدا. غياب تام منذ فترة والتزام كبير جدا بالتدريب، يتدرب بقوة أكثر من أي وقت مضى. يعرف أن أمال المغاربة معلقة عليه، ويحمل على كتفيه مسؤولية كبيرة جدا. يجب أن يفي بوعده وينتقم من ريكو كما وعد جماهيره. مؤخرا أبان عن ردة فعله على النزال السابق بين أديغبويي وبدر هاري، وقال أنه يدعم كلا المقاتلين، وأن نزالهما السابق أعطى تقديما جيدا وشهرة لأحداث غلوري القادمة. من ناحية أخرى، فإنه في ظل تحامل كل من بنجامين أديغبويي وريكو فيرهوفن على بدر هاري، فجمال بن صديق يكره كل من ريكو وبنجامين أيضا. سبق له أن تفوق على بنجامين وبيد واحدة كذلك، الآن ينتظر انتقامه من ريكو. سخر كل ما لديه من قوة في التدريبات، وصحته أصبحت بشكل أفضل مما كان عليه سابقا. الكل يعلم بأن جمال فاز على ريكو سنة 2011، لكن بعد ذلك التاريخ تغير كل شيء في حياة جمال، لأنه كان يعاني من مرض السرطان وقد خاض علاجات كثيرة، والحمد لله الآن حالته الصحية أصبحت أفضل بكثير جدا، حتى أفضل مما كان عليه في نزاله السابق ضد ريكو. الآن جمال متعافي ويستعد بشكل طبيعي. كذلك تتذكرون لما كان جمال سمينا وبكرش كبيرة كانت تثقله شيئا ما، الآن أصبح ببنية جسمانية أفضل، تحسن بشكل كبير على المستوى البدني، إضافة إلى طوله الذي يفوق 2.5 سنتيمتر، أصبح ببنية جسدية وعضلات مشدودة. جمال أصبح وحشا ما شاء الله. على العموم، هو لا يظهر على المستوى الإعلامي وفي سكوت تام، يبدو أنه هدوء ما قبل العاصفة. مؤخرا زار المغرب ليزور عائلته ويستريح قليلا، ولم تتجاوز عطلته في المغرب سوى 4 أيام أو 5 أيام، وعاد مباشرة لهولندا من أجل أن يكمل تدريباته. كمفاجأة، كنا سنقوم بحوار مع هذا البطل، لكن يبدو أن حوارنا مع بن صديق سيتأجل، لأنه لا يريد الظهور تماما إلا بعد نزاله ضد ريكو. لا نعلم ما المفاجأة التي يطبخها بن صديق. جمال البالغ من العمر 30 سنة كان قد اشتهر بشكل كبير جدا في المغرب، خاصة بعد نزاله ضد ريكو، لكن للأسف تم تقديمه بشكل سيء من طرف الإعلام المغربي، وبأسئلة للأسف أثارت مشاكل بينه وبين مواطنه بدر هاري، ليس بين جمال وبدر، وإنما حتى بين جمهور هذين المقاتلين أصبح هناك صدام. كذلك مشاكل ليس على المستوى الرياضي فقط، وإنما
أمام الرأي العام بسؤال لصحفي لجمال أسئلة خارج نطاق الرياضة تماما. هذا الأمر جعل الكثيرون ينتقدونه. كما قلت قدم بشكل سيء، وإن شاء الله إن فاز على ريكو سيصحح الكثير من المفاهيم. للأمانة بن صديق قدم عرضا رائعا أمام ريكو في نزالهما الثاني، حيث تفوق عليه في الجولة الأولى والثانية وكان قريبا من الإطاحة به في الجولة الثالثة، لكن يبدو أن قوة تحمل جمال لم تكن كافية، هذا ما جعله يسقط. ريكو لم يقدم أي شيء خلال أولى الجولات، كان يكتفي بالدفاع فقط، وللأسف سلسلة لكمات أقوى في الجولات الأخيرة من جمال كادت لتسقط ريكو، لكن وقع العكس. إن شاء الله سيصحح كل هذا. ريكو أصبح مقاتلا مكشوفا وسيبرهن لنا هذا جمال. أتمنى أن يكون كلامي صحيحا. بطلنا المغربي لديه روح انتقامية إضافة لتقنيته العالية. جمال لا يستسلم، كما حارب السرطان فأكيد محاربته لريكو ستكون أمر أسهل بكثير جدا. جمال بن صديق، ريكو فيرهوفن، النزال الثالث بينهما. التاريخ 30 يناير 2021 نهاية هذا الشهر، النسخة غلوري 77. تغطيتنا ستبقى مستمرة لهذا الحدث. صدقوني إن فاز جمال في هذا النزال ضد ريكو سيتربع على عرش المقاتلين المغاربة، سيصبح الرياضي الأول في المغرب. آمال المغاربة معلقة بشكل كبير جدا على جمال، ويريدون من ينتقم من ريكو لأنهم لن يتحملوا خسارة أخرى. إن قام جمال بهذا الفعل وانتقم من ريكو سيكون احتفال كبير جدا بجمال بن صديق في المغرب. إن شاء الله هذا ما نتمناه، وننقل فرحة المغاربة وجمال بعد تاريخ 30 يناير. برأيكم أجيبوني من خلال التعليقات. بعد تحسن بنية جمال وقوة تحمله الجسدية، هل يستطيع القضاء على ريكو في نزالهما القادم؟ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، كذلك وضع إعجابكم بالمقطع تشجيع لنا. كان معكم أمين، إلى اللقاء.